قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد قبل ساعات استقالة حكومته لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. حكومة الخالد أكملت شهرها الثامن قبل أيام قليلة، حيث شكلت في الثاني من مارس من العام الحالي 2021. وتعد هذه الحكومة هي الثالثة التي يترأسها الخالد خلال أقل من عامين. من جهته أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رفع الجلسة المقرر انعقادها غدا نظرا لتقديم الحكومة استقالتها، بأن الحكومة تقدمت باستقالتها، وهذه الاستقالة الآن تحت نظر حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبالتالي جلسة الغد لم تعقد لأني سأحضر وأرفعها بسبب استقالة الحكومة، سائلا المولى عز وجل أن نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها، وهي مرحلة إنجاز وبناء بإذن الله تعالى. شكرا لكم. تنضم إلينا من الكويت الأستاذة في القانون في جامعة الكويت الدكتورة بشاير الماجد. دكتور بشاير حياك الله معي في نشرة الرابعة. يعني لماذا قدمت الحكومة أولا استقالت؟ هل أمر طبيعي متوقع؟ أشكرك أخي الكريم على الاستضافة. هيكم. طبعاً استقالة حكومة الكويت هي أمر الحقيقة أنا وغيري من قراء المشهد السياسي في دولة الكويت كان يتوقعه، وذلك بسبب الاحتقان السياسي المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن قراءتنا للمشهد السياسي وكمية الاستجوابات التي قدمت في بداية دور الانعقاد، وهو فقط يعني من أسبوعين لسيد رئيس مجلس الأمة، عددها تقريبا 11 استجواب، واستجوابين من ضمنهم لسمو رئيس الوزراء. فيعني الذي يقرأ المشهد السياسي يعرف أن يعني هذه تداعيات يعني الإفراط في استخدام الأداة الدستورية وهي الاستجواب، وهي حق مشروع لعضو مجلس الأمة ليراقب السلطة التنفيذية، وحق مشروع وليس عليه يعني فيه حرج أنه هو يقوم بتقديم الاستجوابات أو يقدم استجوابات للسلطة التنفيذية، ولكن الإفراط في استخدام هذه الأداة الدستورية التي يعني في الحقيقة أراها في منزلة الدستور، يعني يجب أن يكون هناك تدرج، يجب أن هناك تكون أسئلة برلمانية ومن بعدها نلجأ للاستجوابات، ولكن كم الاستجوابات الهائل الذي يعني وصل لسيد رئيس مجلس الأمة، 11 استجواب منهم استجوابين لرئيس مجلس الوزراء، أرى أنه يعني نتيجة طبيعية أن الأمور سوف تنتهي إلى تقديم الحكومة استقالتها. إذا حضرتك تسألني هل هو هذا إجراء طبيعي أو يعني هل هو مفترض قانونا، لا ليس مفترض، الحكومة لكنه كان متوقع تقدم متوقع جيد. يعني تقدم الحكومة في الفصل التشريعي. طب وش مصير الاستجوابات الآن؟ ماذا يقول القانون أو الدستور الكويتي الآن بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ هل ستسقط؟ أخي الكريم، الآن الاستجوابات التي قدمت إلى الوزراء السابقين في الحكومة القديمة طبعاً هي سوف تسقط. الآن هي عملية إعادة حسابات وإعادة تكتيك وترتيب البيت الحكومي الداخلي لرئيس الوزراء يرى الحين ويفاضل، وهذا الأمر يعني هو ليس قانون، ولكن هذا اللي يقرأ ما يحدث في المشهد السياسي يرى مدى جدية الاستجوابات المقدمة لكل وزير، ومدى قوة الاستجواب المقدم لكل وزير، وبالتالي يقوم بناء على هذه الاستجوابات بعمل التشكيل الوزاري القادم ممكن، وأنا يعني لا أتكلم على لسان رئيس الحكومة، ولكن ممكن أنه يتم إقصاء بعض الوزراء الذي يعني عليهم ورئيس الحكومة رئيس الحكومة طبعاً الذي يعين سيدي صاحب السمو أمير البلاد، وهو له الأمر والكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من هو يكون رئيس الوزراء. هل يرجح أن يكون شيخ صباح الخالد؟ وجهة نظري الشخصية نعم، أرى أنه يعني الشيخ صباح الخالد سمو رئيس صباح الخالد عائد للمشهد الوزاري، ولكن
ممكن مع وزراء أو تشكيلة أخرى من الوزراء لحمل بعض الحقائب الحكومية التي كان عليها تساؤلات. طبعا نحن يعني في الكويت رأينا أنه يعني أداة الاستجواب يتم إرهاقها حتى كادت يعني تكون يعني معطل للعملية الديمقراطية في دولة الكويت، حيث أن عضو مجلس الأمة مع احترامي لجميع الأشخاص يركز على الاستجوابات أكثر من تركيزه على أجندته أو على الإنجاز في أجندته أو على القوانين، وهذا هو صلب اختصاصنا. بس بهالشكل لو بهالسيناريو دكتور بشير ما كانوا تغير شيء، كأن هناك دوران في حلقة مفرغة، نفس البرلمان نفس الأعضاء بمواقفهم، وهناك مجموعة لهم مواقف خاصة باستهداف كما يرى بعض المحللين لرئيس الوزراء ونفس رئيس الحكومة، بالتالي ما الذي سيتغير هنا؟ أخي الكريم، وأشكرك حقيقة على هذا السؤال، لأن هذا الهاجس الذي يدور في يعني لكل كويتي يتوجس في هذا الموضوع، يقول ما هو الحل. هناك يعني تشكيلة وزراء قادمة جديدة أنا أرى، ولكن نحن نراهن على وعي الشارع. إذا وعي الشارع الكويتي ووعي الناخبين والمجتمع الكويتي واعي لماذا ينفذ من أجندات، سوف لن يبحث النائب على مجرد إثارة للناخبين واستجوابات لتصدر المشهد السياسي، لأن على فكرة صعود الوزير للاستجواب هذا ليس عيب في حق الوزير وليس إنجازا يحسب للنائب يعني. فهناك نوعا ما لبس في الفهم. فطبعا مثل ما تفضلت، المشهد السياسي أصبح مزعج ومتكرر، وفئة الشباب يعني أصبحت يعني تمل من تكرار هذا المشهد السياسي بتبني قضايا مختلفة. كانت أول قضية العفو، الآن قضية العفو سوف تحل. خلينا نتوقف عند قضية العفو، واسمحي لي فقط بس ابقي معنا سنعود إليك. مجلس الوزراء الكويتي كان قد اعتمد مراسم العفو الخاص عن مدانين ومحكومين في قضايا خلال الفترة الماضية، ومن المقرر رفع المراسم لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو بشكل نهائي اليوم الاثنين. وسائل إعلام كويتية كشفت بأن قائمة العفو تشمل 71 شخصا من بينهم 64 من المتواجدين في تركيا بمن فيهم نواب سابقون، كما شملت القائمة بحسب المصادر 7 أشخاص من المتورطين المتسترين على المحكومين في قضية العبدلي. المصادر الصحفية بينت أن العفو سيكون لأسماء تنطبق عليها الشروط، مؤكدة أن تلك المراسيم سيعمل بها فورا من تاريخ صدورها واعتمادها. دكتور بشاير، تم اعتماد العفو الأميري، هناك رغبة أميرية سامية صدر بعد هذا العفو، لكن السؤال، هل أطفأت نار البرلمان ورأبت الصدع بين الجهاز التنفيذي والتشريعي؟ في الحقيقة يعني هذه البادرة من سيدي صاحب السمو بالعفو الكريم يعني أغلقت الباب على الكثير من التكسبات التي كانت تزعج الشارع في قضية العفو وتعتبرها قضيتها الأولى، وهي في الحقيقة يعني لا تقوم بأي عمل تشريعي متذرعة أن العفو أولوية. الآن جاء العفو، والعفو هو عفو كريم وهو عفو خاص من سيدي صاحب السمو، لأنه مثل ما حضرتك عارف أدرج العفو في جلسة مجلس الأمة، وكان هناك مجموعة من الأعضاء رفضت حضور الجلسة، وبالتالي سقط العفو العام، ومن ثم يعني ليس لدينا حل للمجتمع ولرأب الصدع المتواصل والاحتقان السياسي المتواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلا بالحصول على عفو خاص من سيدي صاحب السمو، وقد حصل هذا. وبالنسبة دكتورة للنواب اللي كما يوصفون بأن مواقفهم غير واضحة من العفو الأميري. نعم، النواب اللي مواقفهم غير واضحة من العفو الأميري، هناك الحقيقة تذبذب في المواقف، وهناك مواقف تتغير بتغير مجريات الأحداث. يعني هناك مواقف تكون
في البداية مع العفو ومن ثم تصبح ضد العفو أو تلتزم الصمت. يعني نحن كلنا متفقين أن هناك مجموعة من المهجرين الموجودين في خارج دولة الكويت بأحكام قضايا معينة، وهي قضية تحديدا قضية دخول المجلس، تم الحصول على عفو خاص من سيدي صاحب السمو لأبنائه باعتبار أنها قضية عن ما سياسية وما إلى آخره، وهناك ضغط سياسي كان، وهناك شلل أصاب العملية التشريعية والبرلمان الكويتي بسبب وجوب إقرار العفو. الآن العفو حصل، والعفو حصل عفواً خاصاً من سيدي صاحب السمو. السؤال، هل سوف تدفع بعجلة التنمية؟ هل سوف يتوقف هذا السيل الغريب من الاستجوابات للحكومة ورئيس الحكومة؟ أنا أؤيد الاستجواب وأعتبر الاستجواب حق دستوري أصيل للنواب، ولكن ما يحصل هو فقط تعطيل للعملية التشريعية، وبدال ما النائب يركز على أجندته ويركز على قوانين التنمية، قوانين تمكين الشباب، قوانين التطوير الاقتصادي، قوانين النهوض بعجلة الاقتصاد في البلد، يتم التركيز على مواضيع تهم شريحة أوكي محترمة، هذه الشريحة في المجتمع ولها وزنها ومركزها، ولكن نحن شعب 75% من نسبة عدد السكان هم دون 35 سنة. هذيلا يحتاجون حتى موضوع العفو الأمير يمكن صورة غير واضحة فيه، وخاصة بالنسبة للنواب المعفي عنهم جراء هذا القرار. يعني هذول وش بيكون مستقبلهم السياسي؟ هل يتيح لهم هذا العفو العودة لممارسة دورهم كما كان أو بشروط ومعايير مختلفة، أو بيكون مصيرهم مثل مصير بدر الداهم؟ أخي الكريم، يعني بالنسبة لعملهم السياسي لا أتوقع أنهم يعني لهم الحق بحسب شروط هذا العفو أنهم يمارسون العمل السياسي مرة أخرى. نحتاج الآن رفع المرسوم لصاحب السمو، ونحتاج نحن نقرأ نحن حتى الأسامي إلى الآن يعني غير واضحة وغير يعني معروف من الذي شمل ومن الذي لم يشمل. هناك قضيتين، هي قضية دخول المجلس وقضية التستر على خلية العبدلي، وليس المدانين في خلية العبدلي، لا، التستر المتسترين على اللي هما في خلية العبدلي، هذول حسب القراءات هم الذين شملهم العفو. ولكن الأشخاص الذين تم الإعفاء عنهم بالعفو الأميري لا أرى أنهم يمارسون يعني العمل السياسي مرة أخرى. يعني قضية أخونا يعني مثل ما تفضلت هي قضية يعني كانت استثنائية من حكم قضائي وأبطل بحكم قضائي، فيعني لها تداعياتها وحيفياتها الخاصة ولا تنطبق على المثال. يعني هذا هنا لدينا عفو من صاحب السمو، وهي يعني حالة غير حالة يعني الدكتور. طب دكتورة أختم سؤال، أنت رأيك الشخصي كمتابعة ومراقبة للمشهد السياسي في الكويت والحالة الشد والجذب والعراك اللي كان حاصل، تعتقد اليوم أنه في فرصة لتعاون يفترض أن يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد كل ما حدث سريعا؟ أتمنى أن يحصل هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الناس يعني ضاقت ذرعا من التكسبات الانتخابية. هذه أماني عملية، لكن قراءتك سريعا؟ أماني، قراءتي ما يحصل حاليا هي أفعال ورد فعل على الأفعال. يعني وزير قام بعمل يعني أو قام بمخالفة، والنواب رد فعل على هذه المخالفة، ولكن عملية تشريع برلمانية حقيقية نتمنى ذلك. وأتمنى الآن قضية العفو لله الحمد يعني حصلت من صاحب السمو، والحكومة تقدمت باستقالتها، معناتها سوف تأتي حكومة جديدة، إذن لما لا؟ ما الذي يمنع ذلك؟ وأنا أراهن على وعي الشارع ووعي المجتمع الكويتي. شكرا لك أستاذة القانون في جامعة الكويت من الكويت الدكتور بشاير المجد.